<متصفيق> <متصفيق> إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلات مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك. والملك لا شريك لك، والليل لما أنح لك والسابحات في الفلك. على مجار المنسلاك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد أم ملك أنت له حيث سلام لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك وكل من اهل لك سباح او لبى فلاك لبيك ان الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد املك أم انت له حيث شلاك لولاك يا ربي هلاك كل نبي وملك وكل من اهل لك سباح او لبى فلا يا مخطئا ما اغفلك عجل وبادر اجلك واختم بخير عملك لبيك ان الملك لك والحمد والنعمة لك والعزة لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر أجلك واختم بخير عملك، لبيك إن الملك لك، والحمد والنعمة لك، والعز لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك. والملك لا شريك له الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته كتب على نفسه الرحمة وأفاض على عباده النعمة والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على المعاندين اللهم صلِّ وصلِّ وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء أيتها الأخوات الفضليات الفاضلات طيبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أرجو الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة وإمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه احبتي في الله اشهد الله اني احبكم في الله. لقاؤنا اليوم تكمله لما سبق من دروس التجويد، الاتقان في تلاوه القران، الاتقان في تلاوه القران، ان شاء الله سنقرا We will recite قراءه مرتله مجوده، واينات ورتل القران ترتيلا، الله تعالى يقول ورتل القران ترتيلا، واجب اني مسلم القران، مسلمين مسلمات. the Quran recite, رتل القرآن ترتيلا recite, look like the Rasulullah, look like the Sahaba to Rasulullah صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله درسنا اليوم سورة الغاشية, we will recite سورة الغاشية. Be ready, take your pencil, and don't forget after the class also, مراجعة. Also, before we start the سورة الغاشية, last day يوم الجمعة and يوم الخميس دوهاري هاري جمعة and خميس we recite والفجر two parts. Surah Al Fajr two times if someone didn't watch really more ahkam and tajweed we recite together maybe lose because someone Khamis Juma have job not free if Sabtu Ahad have time put your time and watch more ilmu you will find about the ahkam about the huruf al hams huruf more something you will find inshallah take your pen or pencil and be ready open your Quran if you want to watch the screen also can to choose that one And we will start إن تعالى تعالى. بالله من من الشيطان بسم بسم الله الرحمن الرحيم هل هل حديث حديث وجوه يومئذ يومئذ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأك واب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

We will start to explain, don't forget take your pencil, your pen or pencil and have some problem the word, make line and explain or write your notebook, inshallah A'udhu Billahi Minash Shaitanir we explain more time, again today I say because today holiday majority of people watch.

هل أتاك حديث الغاشية in here the first mouth هل هل because the الهاء ها فتحة أن مخرج مقدر not محقق مقدر هل <coughs> هل أتاك here هل أتاك لم ساكن if لم ساكن be careful a few times because if you go fast will be قلقلة and لم not حرف قلقلة don't say هل أتاك هل أتاك now هل أتاك a few time for لام ساكن because if go fast will be قلقلة be careful don't make قلقلة never هل أتاك حديث الغاشية حديث الغاشية look حديث ال full straight your lips bring out ثول and then come back الغاشية الغا غا you remember سورة الفاتحة

واجب الهاء ساكن include the word واجب mouth never knows never just mouth الغاشية أه. أه like this after this your revision هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية revision وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة Okay, وجوه يومئذ three times your lips واجب bring out وجوه يومئذ هون يومئذ تنوين on and then يا yeah. من حروف ما شاء الله من حروف الإدغام يرملون

how you can to do just practice more practice يوم خاشعة يومئذئئئئيومئذين إذي خاشعة, يوم خاشعة. يوم خاشعة. الخاء حرف إظهار الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء حروف الإظهار إن خاء خاء من حروف الإظهار يومئذ خاشعة

خاشعة خاشعة just mouth look like before الغاشية الغاشية هي خاشعة just mouth الها just mouth وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة يومئذ خاشعة just إمامه أبو جعفر إخفاء غين وخاء إمام أبو جعفر حروف الإخفاء أبو جعفر المدني فور الهمزة والحاء والعين والحاء الغين والخاء إمام أبو جعفر المدني هاف دي قرآن هي ميك إخفاء بات إمام حفص أن أندر قراء ناين level قراء they ميك all إظهار يوم إذين خاشعة يوم إذين خاشعة أوكي okay. After this, your وجوه يومئذ خاشعة يومئذ خاشعة Revision. عاملة ناصبة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تنوين أن ذن نون ساكن حرف ساري نون شدة تنوين النون after that what will be إدغام same إدغام with غنة 1.7 or 1.8 put your time عاملة also your tongue put the نون in here put the نون حروف الإخفاء your tongue don't touch the نون حروف الإدغام can't to touch in here can't to touch عاملة your tongue your tongue full the نون عاملة ناصبة نا ناصي نا صاد من حروف الاستعلاء if he was kasra also صي صي حرف صاد ناصبه ناصبه after this your revision عاملة ناصبه عاملة ناصبه revision تصلى نَارًا حاميه تصلى نارا حاميه تصلى صاد حرف استعلاء ان ساكن سفيرها صاد وزاي سين حرف استعلاء ان حرف سفير حرف سفير حرف استعلاء ان حرف همس فحثه شخص سكت حرف سفير حرف استعلاء حرف همس سفير يعني your, your voice واجب اص اص، and then استعلاء be the, your voice high اص، and then uh, what is the name؟ حرف همس يعني put your time put your time. Tiga adjective anyone he's mean واجب you know. حرف سفير يعني your voice اص استعلاء يعني your voice high ترى سين تاس this s. for this we say استعلاء.

سفر قراء أَلْمَيْكَ إظهار إنهير تنوين أنحاء نارا حامية تصلى نارا حامية دون فرقة نارا نارا حامية حامية الهاء فول your mouth look like the another آية all of the ha, second, this سورة just mouth not nose be careful <coughs> after your revision. تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية Revolution. تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية okay تسقى the first الطاهر ضمة

حرف الرخوة يعني حروف الرخوة حروف الرخوة يعني put your time سين be kind حرف سفير be loudly تس قا, تس قا أس أس حرف همس be kind and then حرف سفير your voice أس تس and then حرف الرخوة يعني put your time تسقى 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 من عين آنية من عين نون ساكن العين حرف إظهار من عين دون من عين نو no. من عين آنية عين آنية التنوين أن همزة همزة من حروف الإظهار ميك إظهار أن جو أن آنية آنية جاست Just mouth جاست Just موث mouth <coughs> تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع Okay. ليس لهم طعام طا طا سيم سورة والفجر طا تدا طعام طعام no. not relationship the, the lips. Never. طا طا ليس لهم هو just mouth and ضم الشفتين lips طعامون out لهم لا هم not لهم لهم نو no. why knows not need just mouth. لهم لهم and then طاء طاء ليس لهم طعام طعام من إلا من ضريع طعام إلا تنوين and then الهمزة الهمزة من حروف الإظهار also you make إظهار and then إلا من ضريع من ضريع why I make من ضريع if someone سورة he watch he know because ساكن and then thought. فور حرف فور حرف ذا عربي الصاد والضاد والظاء والطاء الصاد والضاد والطاء والظاء اف ميك اخفاء الهم ان ان, ان, ان. ون ن ساكن ان ذا الصاد والطاء والضاد والظاء اف مريكه واجب تشنج يور فويس تشنج يور فويس اند يور تانك يور ليبز بريپر فور مخارج حرف استعلاء بيكوز

ضريع نو ضريع ضريع واجب براكتيس ريلي اف يو دو ات اند براكتيس افتر الحمد لله اتس فيري ان شاء الله ميك I recite after this your revision. Be careful. ضريع. Also put your time. ليس لهم طعام إلا من ضريع. إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع ربيجن لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني يغ يغ يغني لا يسمن ولا يغني من جوع <applause> same before من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع <applause> okay here لا يسمن ضم الشفتين your lips bring out Again, come back, put your time for same second. Same, la tusqi, here also same. Tusqa, in here same. Put your time, same there. La yusminu, nu, la yusminu, wala, wa, wa. Same, before, bring out your lips. Wala yughni, yughni, a few time and be high. Yughni, not yughni, yughni, tida. سورة الفاتحة directly remember غير المغضوب مغضوب okay move your brain here يغني ولا يغني ولا يغني من جوع جوع okay من جوع نون ساكن جيم جيم حرفه إخفاء one point and five one point five put your time يعني yani one حركة ونصف put your time not more than

وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ, يومئذ. three times your lips. just his solution practice. just practice. I I think more people they follow one two three weeks they can to do three times. وجوه يومئذ ناعمة. وجوه يومئذ ناعمة يومئذ ناعمة ناعمة just mouth just mouth ah uh. okay before وجوه يومئذ تنوين on and then yeah من حروف الادغام 1.8 1.8 put your time يومئذ يومئذ ناعمة

لسعيها راضية لسعيها راضية را را لسعيها ها just mouth لسع why I put I put my time for عين واجب يرفض بيكاز العين من حروف البينية وبين رخو والشديد لن عمر أوكي okay. العين لن عمر العين إمام الجزر هي سي من حروف البينية حروف البينية يعني put your time don't go fast put your time don't go fast لسعيها يها لسعيها راضية را را راضية more practice we do سورة fajr about the را really if someone did, didn't watch yesterday and خميس دواهري سورة fajr ساتو دوا he lose more ilmu about the الراء we explain there all of the أحكام الراء majority أحكام الراء we explain after the class you you should to come back you go back and watch the class

your nafas look like before this. I recite after this revision, put your time for Ain, and then D, and then the nafas out the mouth. لِسَعْيِهَا رَاضِيَهُ رَاضِيَهُ Revision. في جنة عالية في جنة عالية, في جنة عالية في جنة دون تمر أحكام وتجويد جس تو حركة put your time جنة عالية تنوين أن العين على العين من حروف الإظهار we say before all of قراء so إظهار نو وان إخفاء for عين الحاء الحاء but for غين وخاء ما العين والحاء فول قراء make إظهار جنة عالية

لا تسمع فيها لاغية لاغية غي غي غين ألس من حروف الاستعلاء غي غي لاغية. If you remember we recite سورة والعاديات فالمغيّرات صُبَحًا فالمغيّرات صُبَحًا In here لا تسمع فيها لاغية غي غي لاغية. Ah, uh, full mouth, same before. After this, your revision don't have ahkam. Sin sakin, same before, put your time. لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية Revision <coughs> فيها عين جارية فيها عين عينو، come back directly. Put your time for ikhfa 1.5. Because the jim harf ikhfa. And tell you before, don't touch the noon. Your tongue, don't touch the noon. فيها عينو جارية. عينو جارية. جارية. Alha full mouth, same before. After this, your revision, don't have ahkam و فيها عينو جارية.

فيها سرور مرفوعه فيها سرور مرفوعه فيها سرور مرفوعه مرفوعه اوكي okay. فيها سرور مرفوعه three times your leaves how is the solution practice same before i tell you in here also سرور روم فيها سرور مرفوعة If you want to learn the, the practice I tell you سورة الهاكم التكاثر Very easy and you can to look the mirror I show you the mirror again Look the mirror and then say حتى زرتم المقابر زرتم زرتم Very easy زرتم المقابر المقابر زرتم

وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة نوعاً ضمة إمام الطيب دبّي علماء دتجويده سي نوعاً ضمة will be fool except if your lips break out this I make focus not myself really like this the ulama like this tell they write the books like this and my teacher like this teach me his teacher his teacher and rasulullah rasulullah رسول الله the Quran the first uh, he was Chest by chest, the first Al Quran, he was the Sudur. And then uh, some, uh, we have two models Al Quran, Hufi, Suduri, was Sutur, writinger and readinger. The first memorized more, and they, Kutab al Sahaba, writinger, they was to write. But the focus he was to memorize. They was to write, focus to memorize, not focus to writing. For this, Quran Quran completed the two times.

and Muslims fighting them jihad. More 70% من قراء الصحابة ماتي 70% ماتي سيدنا عمر very afraid scared not just afraid scared يا الله صحابة قراء صحابة more حافظة القرآن ماتي شهيد what we should to do he go directly to the خليفة المسلمين سيدنا أبو بكر and then say him The 70% حروب الردة يعني fighting with مرتدين uh, look like the uh, what is the name مسيلمة كذاب they are مرتدين مسيلمة كذاب and his group they very much not just مسيلمة كذاب they what very much they are sayyidina سيدنا أبو بكر and more صحابي they fighting with مرتدين mati سيدنا أبو بكر go to سيدنا عمر سيدنا عمر go to سيدنا أبو بكر and say him أخشى على القرآن أن يضيء. I am, I am afraid the Quran he will be done. 70% ماتي قال وماذا تأمر؟ قال برأيي I my intent, my نية أو من my opinion, my رأيي uh, جمع القرآن. We complete the Quran. If قراء السحابة someone we not afraid Quran we have. And then they make uh, أمر the.

سيكن وان عثمان هي جمع الثاني. the history is very big we want to continue but your take idea I say ضم الشفتين سور روم they recite like this because the Quran the first تلقي مشافها after that they write after that يعني فوكوس 10 years or 20 years beginning the after هجرة رسول الله until the سيدنا عثمان the focus memorization and taraqi mushafa tida the writing not focus look the quran focus the memorized، okay we recite for this any harf or tajweed al ulama write the books he was like this he was like that يعني yani the sahaba write like that with rasulullah and sahabi and tabi'in إلى يومنا هذا today we recite together فيها سرور مرفوعة فيها سرور مرفوعة

فيها سرور مرفوعه مرفوعه ربيجن واكواب موضوعه واكواب موضوعه واكواب موضوعه واك

ادغام with حرف يرملون 1.8 foot your time واك واب واك اك be kind واب موضوعه موضوعه just mouth same before واك واب موضوعه موضوعه ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة لوك ونماري ري ري يو كان هير ماي واي بيكوز فول كسرة فول مكسور ري ترقيق فول ترقيق ري ري ونمارق ريق ونمارق مصفوفة مصفوفة واي اي ستوب ذا صاد حرف استيلاء حرف سفير اندن حرف همس

مصفوفة مصفوفة just mouth the time stop time الها just mouth not nose after this your revision ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة revision وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة Wa za the first your lips wa wa za ra biu if you want to be easy for you make part by part, half by half, practice and together the finally wa wa za biyu. and then together wa za وزرابي don't forget را را وزرابي وزرابي مبثوثه مبثوثه if you remember سورة الفاتحة إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين why relationship there because here have ya same إياك here وزرابي أي Be careful, someone say eat you. He want to make more shada. He think if close the way it's full right now. Don't close the way. A little your tongue this and your high mouth. A little, put your time. Sorry, a little open the way. Not zarabiyu and not very lazy. Zarabiyu, no you now. if you have time on the way. region وزرابي مبثوثة 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 الباء ساكن حرف قلقلة قطب جد حروف القلقلة الباء حرف قلقلة if he was ساكن قلقلة inside the word قلقلة صغرى مبثوثة just mouth اه اه revision وزرابي مبثوثة revision أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون Why I change my voice? ما شاء الله Someone clever All clever الحمد لله uh, Because نون ساكن and then الضاء الضاء والطاء والضاد والصاد حروف ال...

كيف خوليقات خو خو كيف خوليقات؟ Be kind, full be kind the ta. Don't say خوليقات ات. Don't be close the scene ات ات. No, close the ta ات ات. A few time sorry, a few voice ات ات. Not more than, not ات ات. If you make ات, wajib, you do practice, be the voice a little Uh, more than down at at revision أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت كيف خلقت revision وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت كيف رفعت أت same before I explain وإلى السماء كيف رفعت و the lips bring out إلى السماء السين شد أس أس حرف سفير here work سفير yesterday I tell بالإنجليش bird he fly the bird he fly have voice أس

وإلس وإلس وإلى السماء كيف رفعت رو رو رفعت رفعت إلى السماء مد what is the name ما شاء الله yesterday I say وجاء ربك open your brain you can't remember وجاء ربك four or five حركة مد واجب المتصل مد واجب المتصل how much حركة Four or five, not more than and not less than. Wajib, four or five, okay? Ila sama, why maddu wajib al Someone maybe new watch. Harful mad, sama, harful mad. After that, alhamza, sama i al If harful mad, maybe harful mad alif, maybe waw, maybe ya, maybe alif, maybe waw, maybe ya. Harful mad, waw alif or ya, and then hamza, together one word, we call maddu wajib al نحو السماء جاء شاء and then another one yesterday also I tell you السماء جاء شاء يشاء أولئك هؤلاء all of them مد واجب المتصل why because حرف mad and همزة together one word but جائز المنفصل حرف mad the first word and then uh, alhamza, the, the second word, alhamza, the second word, beginning, the second word, the beginning. look like yesterday i say, tu harful ilallahi, the first, the beginning second word, have hamza, tu ila ilallahi, two word, tu first, second one, e, ilallahi, in here now, harful mad and hamza together one word, this ka'ida, if you understand, after this, any place the quran, directly understand. ديس حرف مد واجب المتصل ورجائز المنفصل very easy really very easy just look حرف المد and hamza together one word okay مد واجب المتصل حرف المد the first word همزة the second word okay مد جائز المنفصل habis don't have يعني uh, your try difficult do what you got is recite the Quran and focus understanding after that enough directly you can to know إن شاء الله after this your practice وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُو رُو same before رو the lips bring out and then the voice like this رُو 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 فيعت أَتْ be kind look like خُلِقَتْ خُلِقَتْ رُو فيعت أَتْ <coughs> revision <coughs> وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُو فيعت كَيْفَ رُو فيعت أَتْ revision وإلى الجبال كيف نُصبت وإلى الجبال كيف نُصبت وإلى الجبال كيف نُصبت اوكي okay. وإلى الجبال الهمزة حرف شديد إي e, إي e, وإلى السماء الهمزة حرف شديد بي كلير وإي وإلى السماء وإلى الجبال وإلى الجبال بسم الله وإلى الجبال الكسرة same حكم anywhere the Quran كيف نصيبت نو bring out the lips for نون نو سي سي have ضمة and then كسرة نو سي نو سي واي سي because كرنا the صاد حرفه استعلاء سي سي نصيبت at be kind same before be kind نو No see but but maybe you think it's simple but really not simple in here wajib you make practice more practice after this we can to continue fast and you can to understand directly in here put your time don't be it's okay it's easy now really put your time try training training exercise your tongue your makharij. after that easy for you <coughs> after this your revision wa <laughs> bat. وإلى الجبال كيف نصبت 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 بت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت لوك وإي الهمزة حرف شديد وإلى الأرض الأرض أر الأرض أر الأرض وإلى الأرض كيف سو سو look my scene full it's very uh, cute يعني not aggressive now سو 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 make practice how you can to make practice make scene before اس so, اس The voice very cute, right? As in here, su su not su su. Now su he, he will become between the sin and sad. This wrong not between the sin and sad. Put full sin su su. Okay. وإلى الأرض كيف su, same before ضي صي طي harf استعلاء

فذكر إنما أنت مذكر مذكر فذكر إنما أنت مذكر مذكر فذكر الكاف حرف شدة حرف شدة حرف شديد sorry الكاف حرف شدة فذكر put your time

فذكر الراء ساكن بفور كسره كاف ساك كف هاف كسره راء ساكن فذكر اكستريملي ترقيق فذكر انما انت مذكر مذكر انما انت نون ساكن صار النون هاف شده تو حركه put يور تايم اند ذن انما انت حرف المد بجيني Al-Hamza the second word, Al-Mad the first, Hamza second word, what is the name? Alhamdulillah, you know. Before I tell you two lines before this, Maddu Ja'iz Al-Munfasil, why? Because the first word, Harful mad the second word, Harful Hamza. Innama Anta, okay, Alif, Hamza, Maddu Ja'iz Al-Munfasil, in here take idea,

مذكر، مذكر. after this your revision I recite. فذكر إنما أنت مذكر، مذكر. revision. لست عليهم بمسيطر، بمسيطر. لست عليهم بمسيطر. B. مو. سيطير. B. مو. سيطير. Look. B. مو. سا. B. مو. سا. B. مو. This word need practice. A little difficult for you will be professionally. Why you say B. مو. ساطير. B. مو. ساطير. B. مو. Why I say B. مو.

عليهم بمسيطر وي عليهم 1.7 put your time for what for إخفاء الشفوي إخفاء الشفوي ميم ساكن and then با إخفاء الشفوي his name الميم ساكن after that با إخفاء الشفوي if ميم ساكن another حروف عربي full تبني 7 حروف Arabic 27 حرف عربي الفبات Arabic ميم ساكن and then the to do حرف another will be إظهار except الباء will be إخفاء الشفوي except الباء not another another all will be إظهار except الباء عليهم عليهم بمسيطر بمسيطر revision لست عليهم بمسيطر بمسيطر revision إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر إلا لم شد إل إل إلا من تولى من تولى طَيِّبًا زِدْ فِي تُقَنْ تاء حرف إخفاء حروف الإخفاء صف ذا كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تقن ضع ظالمة تقن التاء حرف إخفاء

ربيجين. إلا من تولى وكفر okay, فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله لا فيعذبه الله because B for Allah اسم الجلالة B for هذا الضم واجب تفخيم واجب تفخيم the name Allah سبحانه وتعالى and then Allah who who just mouth in here someone he forgot he not be careful directly he come out your nose Allah الله... who تدا الله who now sorry the camera happen some problem the electric I think done okay we continue <coughs> وي فيعذبه الله العذاب الاكبر الاكبر اي ريسيد افتر ذيس يور فيعذبه الله العذاب الاكبر الاكبر را بر بر راسا را ساكن بفر فتحه الكاف بي كايند حرف همس بي كايند اكبر نوت اجريسيف اكبر اك لو الأكبر الأكبر ريفيجن فيعذ في... فيعذبه الله العذاب الأكبر الأكبر ريفيجن إن إلينا إيابهم

ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم ثم ميم شدت حركة إن نشدت حركة علينا حسابهم دون تبع أحكام تجويد جس بهم هو هو موث حسابهم

Surah Al-Ghashi, I recite again, just recite, You're, you can't revision. I don't put more time because I don't want to be long for you. I don't put a few, I put my time, yeah, I, I will be silent. You directly recite and we continue. Just murajah, because this was training, exercise. But in here, full before this exercise, now match, match start. you will test yourself okay for this the best for you any knowledge you will make action here you will make amal <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تُسقى من عين آنية تُسقى من, أ... من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه لسعيها راضيه في جنه عاليه في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها عين جارية فيها سرر مرفوعه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه واك واب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نُصبت؟ وإلى الجبال كيف نُصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إنما أنت مذكر، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فيعذبه الله العذاب الاكبر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۖ الحمد لله رب العالمين سورة الفجر two times we recite together sorry سورة الغاشية إن شاء الله before I forget if someone yesterday and يوم الخميس دوا هري تأواج سورة الفجر ساتو دوا really I give advice والله after the uh, سورة الغاشية after the class watch the سورة الفجر because more أحكام more knowledge about the Rabi explain and you will find if you didn't watch you lose more ilm about the ahkam ra and another something because surat al fajr he was more ahkam tajweed someone watched they know really have ahkam tajweed you can't to trust me haqan wajib the if someone didn't watch put your time up to ahad holiday you can't to watch you can't to recite the quran improving use the time رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس دوا نعمة more people مغبون يعني he not thinking after that he will be regret who is الصحة والفراغ the first one healthy your body صحة second one فراغ free time empty time holiday empty time put for Quran because the future you will be, will, you will be busy and will be regret أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم من كل ذنب واستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه. ولا تجعل حجة علينا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين أجب دعانا بكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين أجب دعانا بكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وعلي وانصر كلمة الحق والدين اللهم من أراد بنا وبالإسلام خيرا فخذ بيده على كل خير ومن أراد بنا وبهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا المحاربين لدينك المحاربين على مقدساتك المحاربين على أوليائك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. شرورهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز، يا خالقنا ويا رازقنا ويا جبار ويا قهار عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. <applause> اللهم انا نسألك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الالحاد مطمئنين وعند قيام الاشهاد من الامنين، اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود الى جناتك جنات الخلود، اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود الى جناتك جنات الخلود، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى من الجنه، اللهم انا نسالك الجنه ونعيمها وما يقرب اليها من قول وعمل، اللهم انا نسالك الجنه ونعيمها وما يقرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب اليها من قول وعمل، اللهم انا نعوذ بك من النار وما يقرب اليها من قول وعمل واعتقاد يا رب العالمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا واحفظهما من بين أيديهما ومن خلفهما وعن أيمانهما وعن شمائلهما ومن فوقهما ونعوذ بعظمتك أن يغتال من تحتهما يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا قراءتنا للقرآن واجعله حجة لنا لا علينا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم وصل اللهم وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الى ان نلقاكم في حلقه القادمه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها المباركون كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلا إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لله والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلاك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب انت له حيث سلاك لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك وكل من اهل لك سباح او لبى فلاك والملك لا شريك لك ما خاب عبد أم ملك أنت له حيث سلاك لولاك يا ربي هلاك كل نبي وملك وكل من أهل لك سباح او لبى يا مخطئا ما اغفلك عجل وبادر اجلك واختم بخير عملك لبيك ان الملك لك والحمد والنعمة لك والعزة لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر أجلك واختم بخير عملك، لبيك إن الملك لك، والحمد والنعمة لك، والعز لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك. والملك لا شريك له